الأربع الأهداف اللي جات علينا أغلبها الشوط الثاني، ممكن بسبب الأجواء الحارة والإرهاق، لكن إن شاء الله بنحاول نتفادى هذه الأخطاء في المباريات الجاية إن شاء الله. والله بتكون مباراة صعبة بين الطرفين، خصوصا أن الرغافة آخر مباراة خسروا وإحنا بعد أيضا خسرانين، فبتكون مباراة يعني فيها ضغط بين الطرفين، لكن إن شاء الله نحاول قد ما نقدر أن ما ندخل بالضغط المبالغ فيه ونحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله. هو يعني الموسم اللي طاف في البداية كنا تقريبا أول 4 مباريات يعني كانوا نتائج إيجابية، ولكن شوي شوي قمنا نتعثر. هذا الموسم أول 2 مباراة تعثرنا فيهم، بس مو معناته أن خلاص يعني إن شاء الله بنرجع ونحاول نصحح الأخطاء. يعني الحمد لله أن الأخطاء جات أول 2 مباراة عشان نصلحهم في الأيام الجاية إن شاء الله. أكيد طبعا نقدر نفوز، يعني هذه الكورة يعني فوز وخسارة، وإن شاء الله إحنا بنسوي اللي نقدر عليه وبنطبق تكتيكات المدرب، وإن شاء الله 3 نقاط إن شاء الله بإذن الله. أكيد يعني اسما قلت أنا يمكن ندخل بضغط، لكن مش الضغط المبالغ فيه، لكن لازم تكون ردة فعلنا يعني شوي تكون شديدة شوي، يعني ما المباراة الثالثة ما تكون نتيجة سلبية، فنحاول قد ما نقدر نطلع بصورة تشرف نادي العربي وجمهوره.